أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا اعتصموا أمام السفارة القطرية للمطالبة بالضغط في سبيل إطلاق سراح ذويهم. في إطار ترجمة التحركات التي أعلنت عنها حملة الصدر احتجاجا على اختطاف عدد من زوارها لدى أحد فصائل المعارضة السورية، اعتصم أهالي المخطوفين التسعة أمام السفارة القطرية لإيصال رسالة سلمية للشيخ حمد بن خليفة الثاني، مفادها ضرورة الضغط على المعارضين السوريين الذين يعقدون مؤتمرا في الدوحة. نوجه رسالة سلمية عبركم أنتم مباشرة لسمو أمير، انه نحن عندنا بس رساله سلميه بنتمنى يوصلها للمعارضه السوريه، بنتمنى انه يصير في حاله ضغط على كافه فصائل المعارضه السوريه انه هذا الموضوع ينتهي منه، لانه هون ناس ابرياء وهو بشكله اساءه للمعارضه السوريه. مش منيح نكون محتجزين رهائن بس لانه على هويتهم هن من طائفه معينه. نحن بعمرنا ما كنا طائفيين، نحن بندعم اي حاله حريه او حركه مقاومه بالعالم، وكل عمرنا هيك. بنتمنى انه يوصل لسمو الامير حمد انه ما لقينا حدا يستقبلنا هون بالسفارة القطرية أو يسمع الرسالة، وهذا الشيء يمكن بيشجع على الغير. يعني نحن بمجرد ما جينا سلمين وما استقبلونا بيخلوا بعض الناس تفكر بغير طريقة. نحن ما راح نفكر بغير طريقة، بس بعد ما شفنا شيء جدي لا من خلية الأزمة بصراحة ولا من أي حدا. نحن اللي عم يشتغل جديا بموضوعنا هو اللواء عباس إبراهيم، وبنتمنى أنه يطلع بإيده. ووعد الأهالي بتحركات أخرى كل 3 أيام، معلنين أنهم لن يدعوا المسؤولين يرتاحون قبل أن يرتاحوا برجوع المخطوفين.